لو الحكاية فيها إن فيجو. شرف بحضرتك دكتور سعيد العسائي الملحق الثقافي بسفارة قطر والأمارات. الملحق الثقافي؟ نعم. يا أهلا وسهلا يا فندم. إيه تفاصيلك عن رأيك في النهاردة في المهرجان وسبب المشاركة إيه من وجهة نظرك؟ هذا الحدث حدث سنوي تنظمه جامعة عين شمس لأيام الشعوب بالتعاون مع عدد كبير من طلاب الدول العربية والدول الصديقة لإبراز ما لدى هذه الدول من عادات وتقاليد وأزياء وملابس ومحتويات وليتعرف كل شعب على مدى على ما لدى الشعب الآخر من حضارة. نعم، العلاقات المصرية مع السلطنة أخبارها إيه وعايزين نطمن من حضرتك؟ العلاقات المصرية العمانية علاقات ضاربة في عمق التاريخ وتزداد رسوخا تجدد يوم بعد يوم بإذن الله. نعم دكتور، رأيك إيه في الأوضاع في مصر وأنت شايف مصر عاملة إزاي النهاردة ووضعها إيه بعد ثورة 30؟ نتمنى لمصر كل خير بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله. نورت.